كابتن عادل، برغم الاستحواذ والسيطره للنادي الاهلي، ولكن الاداء عموما اداء غير مقنع ادى للهزيمه. من وجهه نظرك الفنيه، ايه اسباب الهزيمه النهارده؟ خمس اسباب. اول سبب تغيير الكتير جوه الملعب. اول حاجه، انا قمت قبل الاستوديو في البدايه قلت كلام مهم جدا من وجهه نظري. مفيش تيم كبير بيغير جوه الملعب من مباراه لمباراه. مباراه الجونه ست لعيبه، مباراه المحله خمس لعيبه. مفيش المفترض ان لازم التغيير يبقى على اضيق الحدود، خايفين من الاجهاد، لكن لما ثلاثه يتغيروا يبقى افضل كتير قوي. دي واحد. اتنين، اماكن لعيبه كتير قوي فيها تغير يا كابتن ايمن، ودي مشكله. يعني مثلا لما يبقى بيكام يلعب باك ليفت النهارده، تقدر تقول وكان في وحيد وكان في كوكا كان موجود، الاثنين تقدر تقول ان ان ان, إن بيلعب لاعب طوارئ، بحيث ان هو عنده اثنين لعيبه، ودي برده كانت خطا من اخطائنا. احنا لازم يا كابتن ايمن، النادي الاهلي طول عمره كده لازم يبحث على اسباب اخطائه علشان يرجع بسرعه ويشتغل بسرعه. ثالث حاجه، لعيبه النادي الاهلي بقى لها مباراتين غايب عنهم حاجة مهمة جدا، رغبة الفوز. حتى لما كنا فايزين راحت مننا رغبة الحفاظ على الفوز ده في الجونة. المحلة النهاردة من بداية المباراة أنا شايف روح المحلة أعلى، الكرات البينية اللي واحد ضد واحد لعيبة المحلة بتاخدها منك، فيبقى أنت بدل لما كنت عاوز تحافظ على الفوز في جونة، لا أنت كنت عاوز مش عارف ترد وترجع للفوز في ماتش المحلة. في نقطة كمان مهمة، كل الفرق الصغيرة مع احترامي للمحلة مع احترامي للجونة، لما تيجي تلعب النادي الاهلي بتعتمد على حاجة مهمة واحدة بس، الكور الثابتة. انت ازاي مش عامل لها حساب في ماتش الجونة؟ اتعادلت، ضاع منك بنتين بكرة ثابتة فاول ودخل في الجون. ماتش المحلة هو فاول ودخل في الجون. فانت لازم تعرف ان الفرق الصغيرة اللي هي اقل منك عندها الفرصة الوحيدة اللي تجيب منها جون دايما الكور الثابتة. فيجب من وجهة نظر ان اللعيبة تاخد بالها قوي، او التحضير للكور الثابتة مهم جدا. الحاجة الاخيرة نمرة خمسة والاخيرة من وجهة نظري، الاعداد النفسي في الفترة دي مش جيد. بمعنى لما تلاقي روح لعيبة المحلة اعلى من روح لعيبة الاهلي، وتلاقي رغبة المحلة في الفوز اعلى من رغبه لعيب النادي الاهلي، ده اعداد نفسي. لا، يجب انه في مشكله في الاعداد النفسي لازم يحافظوا عليه، يعني لازم يبحثوا فيها ايه الخطا هنا. اجهاد انا موافقك، ولكن التغييرات الكتير اللي انت بتعملها ما بيأديش للاجهاد قوي. انت بقول لك مغير سته في الجونه ومغير خمسه، يعني لو اديت ال 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 الكيلومتر بتاع الجري بتاع اللاعبين هتلاقيه مش كتير، معدل يعني قليل. معدل قليل. الحاجة المهمة برضو نفكر فيها، ازاي لعيبة الاهلي اخر عشر دقايق انا مش شايف حراء اللي هي الشراسة الهجومية، اللي هو بتيجي كرة في العرض، تيجي كرة فوق العرضة، صلاح محسن لعب الكرة بدماغه، في تسرع في حتة من دقيقة 90 يا عادل الكرة دي. يعني اخر عشر دقايق كابتن علاء، احنا دايما لما بنكون مغلوبين تلاقي الروح وتلاقي كرة جنب العارضة وكرة ومخانق الفرقة دي، ده فرقة المحلة راحت انفراد وكانت ممكن تجيب هدف تاني. كابتن عادل، كمل النقطة الخامسة قبل ما نروح للكابتن احمد بلال. سريعا كده يا كابتن، يمكن الكابتن سيد قال معظم الكلام اللي احنا قلناه. انا كنت بس اخر النقطة اللي بتكلم عليها، الاعداد النفسي للفريق هو ده اللي بيوصلك لانك انت تقوم الفريق بسرعة، ودي حاجة مهمة جدا. احنا خلاص نقفل، لان الفرق الكبيرة مش لما حلاوتها او قوتها في ان هي لو حصل لها دروب واحد او اتنين تقوم وتقف بسرعة. يمكن انت في ظاهرة جديدة عليك انك انت خسرت بنتين وتاني ماتش تخسر ثلاثة بنت، النادي الاهلي مش كده خالص. النادي الاهلي يخسر بنتين الماتش اللي بعده لازم يكسب، او يخسر ثلاثة بنت الماتش اللي بعده لازم يكسب.